أولا عندنا قاعدة، نعم، أن كل ما روي في خصوص زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه، لأنه إما ضعيف شديد الضعف وإما موضوع ومكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. كما نبه على ذلك الأئمة الحفاظ كابن حجر وشيخ الإسلام بن تيمية وابن عبد الهادي وغيرهم. ثانيا، لو صح هذا مع ما ذكر الشيخ في سنده من الضعف الشديد، فلو صح على تقدير، فإن معناه الدعاء المشروع، وهو أنه إذا أراد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو فإنه يتنحى عن القبر ويجعله عن يساره ويتوجه إلى القبلة فيدعو، فيكون ما ورد عند ابن أبي الدنيا محمولا على هذا، يكون محمولا الدعاء الشرعي صحيح على هذا، على الدعاء الشرعي. ثالثا، قوله صلى عليه سبعون ملكا، صلى عليه سبعون ملكا، هذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ولم يقل صلى عليه ملك. فهذا مخالف إذن للحديث الصحيح. رابعا، أنه لا ميزة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره عن الصلاة في مشارق الأرض ومغاربها، عن الصلاة عليه في مشارق الأرض ومغاربها، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم.